هي البداية مع النور، قطعت بشكل سريع من الصياد، ربما يأتي الهدف الأول وفيها راح نشوف فاضل الشم، راح نشوفها من خلال إعادة، راح نشوفها مرة ثانية. إذا رميت 7 أمتار على التنفيذ محمد حبيب، عمرو عبد السلام، يا سلام عليك يا سلام عليك يا قابل، تعطي الرفع من المعنوية لدى الفريق الآخر اللي هو عمرو عبد السلام في أن يعمل شيء فريقه. بداية قوية وبداية حذرة مصطفى، والتسديدة هذه إذن 1-0 التقدم لمصلحة النور. الصياد لمولد، دخول، أوه ناوي، خلي بالنا من الـ 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 الأمور الخشنة حقيقة حتى لا نعرض فريقنا للخسارة والإيقافات المتتالية. مهدي سالم ونجاح، فالآن اكتملت النور، الآن دخول مجتبى سالم أكمل الدقيقتين، وبالتالي الفريقين مكتملين الآن. لمولد، محمد حبيب، أوه يا محمد يا حبيب، يجب التفكير لكل الفريقين حقيقة، كان النور أو الوحدة، يجب أنهم يفكرون على الجناحين. أوه حسان غزاوي، تسديدات حسان الغزاوي، طبعا لسرعة المباراة حقيقة لا نستطيع أن مخرج اللقاء أن يعيد لنا كل اللقطات وكل الأهداف، لأن المباراة حقيقة سريعة. تساد، يا سلام عليك يا صياد، لاعب رجل الوحدة، وبالتالي عادت صياد، يحاول الاختراق، الهزازي من ناحية الجناح الآخر، ولكن وين راح نشوف الآن. إذن هدف يضاف يا مولد، خلي بالك يا مولد، حكام حذرين، حكام صافرتهم دائما رأي ثاني، راح نشوف تمويها، أوه لا داخل الشباك، برافو يا عبد الله يا عباس. إذن هدف رابع يأتي من خلال عبد الله عباس، ومن خلال تسديدة رمية 7 أمتار. الصياد يبحث عن ثغرة، المولد على مستوى الجناح، والدخول من هزازي. والسعودية الرياضية، يا من تشاهدون وتتابعون هذا اللقاء الختامي، راح نقول لكم بعد شوية مع التوقف نتائج لقاءات الفريقين الثاني والثالث. ضعيف التعديل، الوحدة يبحث عن التعديل، لمولد، الصياد، محمد حبيب، سلسلة، دفاع 6-0، ربما يتحول إلى 5-1. تسديدة في اليوم الثاني، الوحدة 36 على الخليج 35، ومضر 30 مقابل 31 للنور 38، وبالتالي الآن اللقاء الختامي. قطعت، وصلت، مرتدة سريعة، فاست بريك، خلصها عباس من خلال رمية 7 أمتار. إذا النجاح 5-4، ويتطلع حقيقة النور، ويتطلع أيضا الوحدة إلى وصول إلى الذهب. سلسلة، صياد، مولد، دخول، أوه حقيقة للعبهم، ويبتعدون عن الاعتراض دائما على قرارات الحكام. هذه البطولة ربما تعرضت إلى بعض يعني المشاحنات من خلال بعض القرارات على مستوى الجناح، وياسر على الوحدة 11 دقيقة ونصف، والتعادل هو سيد النتيجة والملعب 5-5. حلوين أداء الفريقين حتى الآن. مجتبى، تسديدة منك يا حمار، سدد واللي يتعامل على مستوى الدائرة. صياد، دخول، سلسلة، سين المحسن، يرحلي كرة خطيرة. إذا تعادل 6-6، 15 دقيقة دخلنا فيها 12 هدف، بدأ الرتم ينزل. أول 8 دقائق كانت معدل كل دقيقة، يا سلام عليك، ولكن ضاعت من مصطفى الحافظ، بالركبة مع الأنبعاوي، وبالتالي سلامات إن شاء الله، سلامات يا مصطفى يا عليوات. إذا مجتبى على مستوى الدائرة أيضا، ونجاح للتاروكي من خلال أول لمساته على مستوى 6 أمتار، والهدف 7 لمصلحة النور. محمد حبيب، الصياد، ثنائي جميل، تسديد،
ده يا صياد. عمر لعب لقاءين فاز في اللقاءين، له 63 هدف عليه 60، له 4 أهداف بالزائد. الوحدة لعب لقاءين فاز في لقاء خسر لقاء، له 62 عليه 62، له نقطتين على مستوى الدائرة أيضا علي التاروكي ينجح. خليج لعب 3 لقاءات خسر 3 لقاءات، له 103 عليه 108، إذن عليه بالماينس 5 أهداف. هو خارج الحسبة باعتبار أنه 3 لقاءات خسرها، وبالتالي الآن البطولة تنصب. وحسين الصياد، وحسين الصياد يصطاد هدف آخر من بعيد أيضا. الحراسة يكون فيها تعويض. حسين الصياد، محسن حسين على الدائرة، يا سلام عليك. هذه الكرات الجميلة، ها جميلة، فيها أداء رائع حقيقة لكلا الفريقين. والوحدة يبحث عن هدف التقدم. هنا حسين الصياد، ماجد أبو الرحى الآن دخول على مستوى الجناح. حسين المحسن، يا سلام يا سلام يا سلام. ورافع إيده سلبي راح يصفر مجتبى، والتسديدة برافو رامي وعبد الله حمار في دفاع متقدم. حسين المحسن يعجبني حقيقة أداء دفاعات فريق النور، متقدم حسين المحسن، ولكن الأخطاء قد تكون واردة. سلسلة جميلة محمد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مثل ما قلنا مصطفى العليوات دخل بعد أن أجريت له الإسعافات، وبالتالي الآن هو يشارك. محاولة دخول، يا سلام يا سلام يا سلام. إذن الهدف على مستوى الجناح ما وصلت، دخول ورمية 7 أمتار. محمد حبيب، شوف تمويها تسديدة، لا 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 يا محمد يا حبيب، حارس مبدع أمامك، حارس مبدع. إذن رميتين 7 أمتار ضاعت على محمد حبيب. أخرى على الوحدة، سلسلة قطعت موجودة، فاست بريك سريع، ماجد أبو الرحى يبحث عن التسديد. وأحمد مباراة إثارة في الدقائق المتبقية في الشوط الأول وكذلك الشوط الثاني. مباراة حقيقة نارية، مباراة ممتعة، مباراة فيها أهداف حلوة، وفيها حتى الآن مهدي سالم، مهدي سالم من الثبات دائم الآن. يعني حتى نتكلم عن دقيقة 27 فيها 24 هدف، قل عطاء، كانت كل دقيقة هدف، الآن كل دقيقة وربع تقريبا هدف. وبالتالي مهدي سالم يبحث عن التسديدة ولكن موجود التصدي. أعتقد أنها رمية 7 أمتار. مهدي سالم سلسلة تسديدة، محمد سالم موجود، قطعت، لم يستفد النور من النقص العددي. سلسلة موجودة، ماجد 2014 2015 2016 و2018، وبالتالي مشاركة حقيقة فعالة لكل الفريقين، ولكن أكثر المشاركات هنا لنادي النور. تسديدة جميلة من عبد الله عباس ومن خلال الجناح، وأولى التسديد. 15 ثانية متبقية، تبحث عنها السالم، يبحث عنها مجتبى السالم. 10 ثواني وقت، مجتبى اختراق على مستوى الجناح وخلاص. إلى النادي الذي سجل أكثر عدد أهداف، وبالتالي في حال الاستمرار راح يلجون إلى القرعة. أعتقد إن شاء الله ما ودنا القرعة حقيقة، القرعة فيها ظلم، ولكن بودنا اللي يبي يكسب يكسب بقوة. إذن دخول من الصياد، فارق الهدفين، ويجب أن يكون إذا ما أراد أن يكسب بأكثر من 26 هدف. لو أقل من 26 هدف، لو فاز بفارق هدف أو هدفين والنتيجة كانت أقل من 26 هدف، راح يكون مضر هو الأول. يا سلام عليك يا مجتبى، يا سلام. قبل موسمين ثلاثة لاعبين يلعبون لفريق الوحدة. الوقت يمضي على مين؟ على الوحدة بالتأكيد، لأن هو يبحث عن فوز وبفارق هدفين. مهدي سالم ما أدري ليش أخوان، واحد في الحراسة واحد في الباك. الجناحين الآن جناحين متمكنين، عبد الله عباس وحسان غزاوي. هنا وصلت إلى غزاوي ولكن متأخرة شوية من عبد العظيم عليوات إلى مجتبى سالم، يبحث عن الاختراق في النص، فعلا ينجح. وتألق، وفين عبد الله عباس ولا تألق من محمد سالم، تمويها أولى داخل الشباك، متخصص هذا اللاعب. مريرة تسديدة ولكن إلى عمرو عبد السلام بنادي الوحدة،
وقت يتأزر مع فارق الأهداف، يعني بحاجة ماسة فريق الوحدة أن يقلص الفارق ويبدأ في التعويض. مهدي سالم ونجاح وديه للذهب، ودي لوين؟ إلى لقب ثامن أيضا، ويضيف إلى ألقاب 26 الماضية لقب رقم 27. محمد حبيب رمية 7 أمتار. إذن حسين الحسن لاعب متمكن أيضا، إذن تمويها أولى، برافو عليك. في إيش؟ الذهب بالتأكيد. مجتبى سالم، عبد الله عباس، حسان غزاوي، مهدي سالم، تبديل مراكز على مستوى الجناح، عبد الله عباس الشوط الثاني ما شفناه على مستوى الجناح. مجتبى يا سلام عليك يا مجتبى، يا سلام عالفة. عيدة سلبي 6 تمريرات، هذه واحدة، مجتبى 2. عبد العظيم دخول والهدف رقم 19، ونجاح يحصل على لقب ثاني هذا الموسم بعد أن حصل لقب الدوري، والآن هو قريب من حصد لقب بطولة النخبة لتكون بطولتين على مستوى هذا العام. رمية 7 أمتار، محاولة التسديد والقائم موجود، والتصدي مرة أخرى، برافو. عادة من رمية 7 أمتار اللي ضاعت على حسين المحسن واللي تألق فيها حقيقة حسن محمد على دفعتين، الدفعة الأولى لمست العارضة والدفعة والثانية من خلال تصدي رائع، إذن على مستوى 6 أمتار، ونجح أيضا 5 أهداف، وربما يأتي فارق 6 أهداف. مردونة بشكل سريع، يا سلام عليك يا حسان يا غزاوي، مرتدة بشكل سريع، حسان غزاوي يا سلام عليك يا حسان غزاوي، كثرة الأخطاء. بطولة المملكة الأندية أبطال المناطق الأول للناشئين طبعا، الأول الوحدة، الثاني الهدى، الثالث العمران. طبعا بدأ الوحدة يركز على أكيد النسخة رقم 19، حتى الآن هي تتجه بناحية سنابس مع فارق 6 أهداف، إذا كانت هناك أمور مختلفة في نادي الوحدة في الدقائق المتبقية. دخول من مصطفى العليو، هل يتصدى محمد سالم ولا عبد الله عباس؟ راح نشوف تمويه، والعارضة موجودة، متابعة. برافو يا عبد الله عباس، برافو يا عبد الله يا عباس. دفاع متمكن من خلال نادي النور، دفاع متقدم على حسين الصياد، ونجاح حقيقة من فاضل آل سعيد بوضع خطة مناسبة في الشوط الثاني حقيقة. محمد حبيب وعمرو عبد السلام، التقاط الكثير حقيقة، مرتدة، مجتبى سالم، حسان ومحمد سالم وتألق، وصلت إلى الحافي، والتسديدة موجودة. هذا الحافي، هناك تكون هناك معادلة للفرق. طبعا فوز النور بهذا اللقاء راح يكون هو صاحب المركز الأول، ومضر هو صاحب المركز الثاني، والوحدة صاحب المركز. كل ما يتقلص الفارق إلى فارق 6 أهداف أو 5 أهداف يعود النور من جديد، وبالتالي يعمق جراحات الوحدة بفارق الأهداف على مستوى الدائرة، ونجاح دفاعية متأخرة حقيقة، ولكن هي مطلوبة أنك تلعب دفاع متقدم رجل لرجل، تلعب دفاع ثلاثة. ليش؟ لأن خلاص ما عندك شيء تخسره أبدا مع فارق 6 أهداف. مصطفى يسدد وينجح محمد سالم، مستواه المحود، وبالتالي يحتاج مدرب الفريق يعني زهير بن مسعود أن يغير. أحسن الصياد في على مستوى صناعة اللعب، مهدي سالم يحاول من بعيد يحصل على خطأ، لا لسه اللعب مستمر، مهدي سالم يبحث عن ثغرة، عبد الله عباس اللي غير مركزه من الجناح إلى صانع اللعب، قطعت، وصلت من مهدي سالم ضعيفة، وصلت إلى محمد سالم، يبحث عن الفاست بريك السريع الآن، حسين الصياد يبحث عن تقليص الفارق على مستوى الدائرة، ونجح. جاد حسن تمريرة، لأن خلاص راح يصف التسديدة، ومحمد سالم وتألق. صياد محمد حبيب يبحث عن فارق 4 أهداف الآن، محمد حبيب وعلى مستوى الجناح ونجح. إذن أحمد هذا والدخول، 7 أمتار، بالتالي احتسب رمية 7 أمتار على مستوى الحوض،
على مستوى الحوض. عبد الله عباس، محمد سالم، محاولة وداخل الشباك، وانا في التقدم بفارق هدف او هدفين. لمولد مجتبى ومحمد سالم اخوان، وصلت جناح الحافل ابدال الحاف على مستوى كرة اليد. مهدي سالم على مستوى الجناح وحسان ونجاح. مجتبى سالم يعود من جديد يبحث عن الدائرة على مستوى الجناح. حسان الغزاوي، قلنا الالتحامات الآن قد تكلف وقد تصيب حقيقة الكثير من اللاعبين، على مستوى الجناح وعبد الله عباس. عبد الله عباس كما هي العادة. 22، أعتقد أن المباراة ذاهبة إلى فريق النور، وبالتالي حقيقة أمور كثيرة. نبارك لفريق النور مقدما. أيضا محمد سالم وتألق. محمد سالم بشكل سريع الآن يبحث الصياد أيضا ومتابعة، وأيضا على دفعتين عمرو، وآخرهم عبد العظيم العليوات للرمية 7 أمتار. هشام العبيدي وخطأ محتسب. تسديدة بعد أمور، وبالتأكيد الكأس لوين رايح؟ لسنابس، رايح إلى اللقب الثاني هذا الموسم، ورايح إلى إضافة لقب جديد رقم 28. مجتبى وتألق حول أداء التحكيم في المباريات في اليوم الأول واليوم الثاني، ولكن حقيقة الاتحاد السعودي لكرة اليد. عبد الله عباس ومحمد سالم، هل يتألق محمد سالم؟ راح نشوف. أوه 28 23 دقيقتين متبقية على مستوى الجناح. ماجد أبو الرحى وإضافة هدف آخر من نتيجة المباراة. النور وده يجيب هدف استعراضي. سين الصياد وهدف رقم 25 طريقة. مهدي سالم وخطأ مرتد الآن. حسين الصياد يبحث عن هدف تقليص الفارق. الآن محمد حبيب والهدف رقم 26. يعني تصور أن يأتي للطاقم الفني والإداري بقيادة الكابتن القدير فضل السعيد ومنافل سعيد والإداري، والفرحة موجودة والكأس فوق، الكأس الذهب فوق إلى العلالي. فرحة معبرة ونشوة مستحقة. إذن منافل سعيد والإداري حسن السيهات المكرف العام وإداري اللعبة محمد عليوان، وبالتأكيد لا ننسى العنصر الأساسي اللاعبين أصحاب الإنجاز والقرار، وبالتأكيد الشكر موصول إلى كل من ساهم في تشجيع هذه الكتيبة حقيقة بأن يصلوا إلى هذا اللقب رقم 28. الكل شجع، الكل آزر، ولكل محب لهذا الكيان، كل من آزر وكتب وغرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر عن رأيه في حبه وعشقه لهذا النادي، نقول لهم كلهم حقيقة ألف مبروك. يستاهلون أهل سنابس هذا التثبيت وهذا الإنجاز، يضاف إلى الإنجازات السابقة للتصل إلى الرقم 28 في عدد الإنجازات لكرة اليد. حميد التبيس وسجاد الكعيبي حقيقة اللي ما قصروا حقيقة في إعطائنا كل المعلومات، كما نشكر الزملاء الأستاذ عبد العزيز البطاح ومحمد الجوكم في أرضية الملعب، وشكرا لطاقم العمل بقيادة المخرج عادل الدوسري، وشكرا لكم أنتم متابعين عبر القناة السعودية الرياضية. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا منصور دبيس، سعدت بلقائكم وأودعكم على أمل أن ألقاكم.